النجم الكبير شريف منير. ألو، اهلا يا انجي، ازيك ازيك؟ يا شريف، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد وانا الحمد لله. بعزيك بشكل خاص، وبعزي الوسط الفني كله في رحيل اتنين وقامة كبيرة جدا، الفنان الكبير يوسف شعبان والقديرة احلام الجريتلي. ويمكن شريف منير انت اشتغلت مع الاتنين، ولو بدأنا نتكلم عن سلامة فراويلة في المال والبنون، الفنان الكبير يوسف شعبان، والتجربة معاه يا شريف كانت عاملة ازاي؟ وانت كنت لسه صغيرين، وانت كنت ابنه، يعني انت النهاردة الأحق انك تتكلم عن يوسف شعبان. والله يعني طبعا كل الفنانين اللي اشتغلوا مع الاستاذ يوسف الله يرحمه، يعني كان لهم شرف كبير قوي انه يشتغلوا معاه. يعني هنتكلم عن المال والبنون بصفه خاصه، يعني يعني في احمد عبد العزيز، وفي الاستاذه رجاء حسين، وفي كم يعني من الناس اشتغلوا معاه. بس انا بكلمك عن تجربتي الشخصيه مع الاستاذ يوسف. يعني الحقيقة الأستاذ يوسف شخصية ليها هيبة، وشخصية يعني قوية، وفي نفس الوقت حبوب وطيب وقريب من القلب ويطمن. أنا كنت داخل معاه لسه ما كنتش عارف انطباعه، ومش عارف. هو شخص ملتزم جدا جدا، شخص محترف جدا جدا. بدأ يفك معايا أكتر لما بدأنا نخش في الحلقات أكتر، يعني في الديكور بتاع بيتنا بالذات. كان الأستاذ يوسف كان بدأ بقى يقرب مني قوي، وكان بيتعامل معايا بمنتهى الحب، وبيحكي لنا ذكريات عن نفسه. وبعدين في حاجة بقى يمكن الناس كتير ما تعرفهاش، أستاذ يوسف شعبان كان بيشتغل زمان أول ما بدأ يظهر في هيئة الطيران المدني. دي كان ما موظف اعرفهاش خالص. في هيئة الطيران المدني، وكان أبويا الله يرحمه كان مديره. ياه، شفت الدنيا صغيرة ازاي يا شريف؟ أوي أوي. وبعدين وده يعني الموضوع ده ما حدش يعرفه خالص، يعني ايوه عمري ما جبت سيرته. بس كنا قاعدين أنا وهو في المال والبنون، في بين البريك بين تحضير المشاهد، ايوه قلت له في واحد اسمه أحمد منير، تعرفه؟ فقال لي أحمد منير، أنا فاكر الاسم ده كويس جدا. قلت له هو قديم شوية في حياتك أيام ما كنت أنت بتبتدي؟ قال لي أيوه، ده كان مديري في هيئة الطيران المدني. سبحان الله. قلت له أحمد منير ده بقى أبويا. فقال لي يا سبحان الله على الدنيا. قال لي عارف بقى أبوك كان بيعمل معايا إيه؟ قلت له إيه يا أستاذ يوسف احكي لي. قال لي أبوك كان بيساعدني في إن أنا أنزل أحضر بروفات، وان انا انزل اصور، وكان بيحاول يسندني في وقت غيابي. يعني الله. قلت له بس ده ضد القانون. قال لي بس هو كان فنان، كان ذواق، وكان ساعات يعني يلتمس لي الاعذار، وكان ساعات بيفوتني ان انا اروح البروفات بتاعتي. فطبعا انا اتفاجئت بالموضوع ده، ان بابا كان بيعمل معاه كده، طبعا وكان بيساعده وبيقف جنبه. فدي كانت بالنسبة لي مفاجأة. ومن المنطقة دي الأستاذ يوسف قرب مني قوي قوي قوي، لأنه وبدأ يعرف يفتكر الوالد بقى. طبعا كمان. لا، بدأ يفتكر بقى، يعني بدأ الذاكرة تشتغل، وبدأ يفتكر أيام ومواقف، وأيام ما كان بيشتغل، وأيام ما كانوا بيعملوا نشاطات جوه الهيئة، هيئة الطيران المدني، حاجات نشاطات فنية ورحلات وبتاع. فكان بيحكي لي حاجات لذيذة قوي حصلت بينهم. أستاذ يوسف راجل برنس وشيك وكريم جدا جدا. كانت ايه اكتر حاجة بتميزه يا شريف من وجهة نظرك كممثل؟ يعني هو من زمان جدا موجود، وابدع في ادوار الشر والندل والخاين والمحب والعاشق، يعني هو ابدع في الادوار دي. بس من وجهة نظرك انت كنجم، انت كنت بتشوف ايه اللي بيميز يوسف شعبان؟ قوة شخصيته جوه الحدث. لما كان بيعمل بيبقى فيه ضعف بلاقيه ضعيف جدا جدا. احترافه اولا كان يعني قوي في الحفظ، قوي جدا. يعني كان يمسك الورق ويبقى المشهد مثلا صفحة ونص هيقولهم، فيبقى مذاكره في الاول قريب عابرا، جوه البلاتو يقوم على جنب كده مركز قوي بيشوط المشهد بدون توقف.
ما شاء الله. وحصل بيني وبينه موقف تكرر مع الاستاذ صلاح ابيل الله يرحمه برضه، نفس الموقف بالظبط. كان برضه مشهد كبير واستاذ يوسف بيتكلم كتير وانا المفروض برد عليه بجمل قصيره، فانا من كتر ما هو بيمثل قدامي ومسترسل بدات اقف اتفرج عليه وانا قدامه في المشهد ونسيت ارد. يا نهار ابيض. فيقوم جاي يقول لي ايه، ما ترد يالا، انت ايه مش ده مش عندك جمله هنا؟ اقوم افوق اقول له اصل يا استاذ انا كنت بتفرج عليك بصراحه، اتخذت يعني انا معاه، اتخذت معاه متاخد طبعا. اخذني. نفس الموقف حصل مع الاستاذ صلاح ابيل. ما شاء الله. فالاستاذ يوسف شعبان كمان في المسرح كان رجليه ثابته قوي على المسرح، وتحس ان هو يعني ايه ما بيخش على خشبه المسرح المشاهد او متفرج بيبقى قاعد بيحس ان في حد قوي دخل عليه، فتلاقي نفسك تلاقي نفسك متثبته في الكرسي كده. فهو كان مشاعره قويه جدا، وفي الحزن وفي التراجيدي كان قوي جدا جدا. ولما نتفرج عليه في عبودة الجماهير او طبعا مدير عام، فهو كان شربات، كان دمه خفيف جدا. وعيلة الدغري، عيلة الدغري طبعا، يعني ده من الادوار العلامات القويه جدا للاستاذ يوسف في حياته الفنيه. فان انا اقف قدام قامه كبيره زي دي، وانا الحقيقه يعني والله ما تاخدوهاش مني لا غرور ولا حاجه، انا ما بخافش من حد، يعني انا بخش اشتغل عمري ما بتهز قدام حد ايا كان، لان انا شريف مسلم انت شغلي. وقفت قدام كل الكبار، يعني بصراحة انت فنان محظوظ جدا، انت وقفت الحمد لله قدامهم كلهم. مين الحمد اللي لله. لما وقفت قدامه كده زي ما بيقولوا ركبك كانت مش ماسكة لا لا نفسها؟ لا، ما فيش ركب، انا مفيش. ما عنديش، لا ما عنديش ركب بتسيب ولا كلام من ده خالص. اوكي. انا يعني ايه، يعني عشان بدات مزيكا من زمان ففي علاقه بيني وبين الجمهور وعلاقه مباشره، وببقى بلعب مزيكا لايف، اتعودت على الدوشة والناس قدامك تتفرج عليك. والخوف ده ما بقاش موجود جوايا. انما في ايه، في انك انت لازم تذاكر كويس عشان تقف تسد قدام القامه الكبيره اللي هتقف قصادها، سواء الاستاذ عادل امام، الاستاذ يوسف شعبان، الاستاذ يحيى الفخراني، محمود عبد يعني العزيز، محمود عبد العزيز، استاذ نور الشريف، كله يا استاذ محمود شريف. ياسين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني ده فضل من ربنا. وانا يعني اتعلمت كتير من الناس دول، اتعلمت ان انا التعاملات اللي هو ما وراء الكاميرا، انما شغلي قدام الكاميرا ده بتاعي انا، يعني انا الحمد لله يعني عملت اثبتت وجودي، وما عنديش حد اتاثرت بيها عشان اقلده، ما بعرفش او يبقى روحه جوايا، لا لا لا، لا انت ليك ستايل بتاعك خاص لا بيك. الحمد لله. يعني ده حقيقي. بس حته الـ الاحترام وحته التبجيل للشخص اللي قصادك دي لازم تبقى موجوده. فالاستاذ يوسف كان شخصيه جميله جدا جدا، وكان لذيذ قوي، وساعات كان يبقى بيقول جمله ويبقى عارف ان في مثلا الكادر بتاعه ضيق هنا، فهو بيقول فبيحس بالكاميرا، يعني زي الاستاذ صلاح السعداني برضو من الناس الاقوياء قوي في احساس الكادر. يوم مثلا واقف كده يا مجدي، هو مش هنا المفروض يبقى ميديم كلوز؟ فانا شاطرين استغرب عرفت منين، شاطرين. بيقول لي بلمح بس شكل العدسه وهي داخله او خارجه، بحسها من غير ما حد ياخد باله. فكان محترف، كان محترف، كان قوي ودمه خفيف وشيك. انتوا يا شريف كجيل اتعلمتوا ده، يعني اعتقد انتوا النهارده اللي مكملين، وانتوا اللي بتعملوا الكلام ده النهارده حتى مع الاجيال اللي لسه طالعه. يعني انتوا النهارده بتحسوا بده، يعني في اللوكيشن بحس ان انتوا كل، يعني الجيل ده كله دلوقتي بقى هو، انتوا دلوقتي اللي بتقولوا الكلام ده للناس، وبقيتوا تحسوا، بقيتوا يعني فيري فيري بروفيشنال. والله على قد ما بنقدر يا انجي بنحاول نقف جنب الشباب اللي موجودين وجنب الولاد الصغيرين اللي طالعين، وبنعلمهم اهم حاجه هو احترام الناس اللي حواليك واحترام صح. العمال اللي ورا الكاميرا. يعني العلاقه بتاعت الممثل مش بس بيني وبين الممثلين، لا، الناس اللي واقفين وراء الكاميرا دول ده جيش كبير مهم، طبعا. انت بتقف هم اللي بيطلعوك في احسن صوره وفي احسن شكل، فلازم الاحترام للناس دي واجب من اول عامل الاضاءه وبتاع الشاريو واللي بيمسك الكاميرا، الناس دي كلها اساتذه كبار، والولاد ولادهم اللي ورثوا المهنه
ما يقلوش حاجة عن احترامنا ليهم، لأن هم صح. داخلين وحابين الحكاية وبيحترموا بعض جدا ورا الكاميرا. الناس بتحترم بعض قوي، يعني الصغير بيحترم الكبير. فإحنا اتعلمنا كده، وتعلمت من الأستاذ يوسف فعلا وكتير غيري. يعني في المال والبنون كان في الأستاذ عبد الله غيث بقى، كمان طبعا، يا نهار ابيض، ده الأسد الكبير ده بقى. عايز حلقات وحلقات، ده الأسطورة، ده بس عظيم لما ده. تقعدي قصادهم بقى كده، لما بدأت أخد عليهم قوي بقى وبقينا أصحاب قوي كده، فالاقيهم قاعدين بيتكلموا مع بعض هما الاثنين جوه قبل مشهد هيعملوه سوا، أقول لهم يا نهار أسود، يعني أنا واقف قصادكم أنتوا الاثنين، ده إيه الهنا اللي أنا مش فيه ده؟ ممكن شريف، انا عايز اجي اسجل معاك المذكرات دي، يعني عايز اجي افتح والله بجد. اصل انت اكيد عندك قصص مع كل الناس دي، أكيد أكيد وناس أكيد. محترمة وناس مهمة وناس، يعني دايما بقول ان اي حد بيطلع النهاردة هو بيكمل بعد الناس دي، لان الناس دي هي أه اللي فرشت الفرشة الاساسية، وهي اللي ادت طبعًا. قيمة أمال إيه؟ للفن. أمال إيه؟ ما هم اتفرش لهم من اللي قبلهم صح برضو. صح صح بس إيه؟ إحنا طبعًا برضو في عندنا الجودة بتزيد، والكواليتي بتاع التمثيل بيزيد، والتقنية بتزيد، والحاجات دي كلها. إنما هو اللي بقى اللي زعل في الموضوع ده بقى، والحاجة اللي بتزعلني في حاجة زي دي، ظروف الكورونا اللي احنا فيها بتمنع ناس كتير من تواجدها لوداع حد للأسف. كبير زي أستاذ يوسف أو الأستاذ أحلام الجريتلي. طبعا يعني الأستاذ أحلام الجريتلي دي برضو هسألك عليها بقى في قلب ميت. لا، دي شخصية جميلة، وعارفة تحس إنها من عيلتك كده، من أسرتك، وعلى درجة عالية من الثقافة، وهي أخت الأستاذة إنعام الجريتلي، ودي مخرجة مسرحية كبيرة وممثلة عظيمة برضو. طبعا فالأستاذ أحلام الله يرحمها ويحسن إليها، ست كانت برضو تاريخ وليها وقفات، وكانت برضو متواضعة وجميلة وطيبة. يعني والله احنا بنفتقد ناس كتير، بس اللي بيزعلني ان الناس دي ما بتاخدش حقها في الوداع، لان مش كل الناس بتقدر تبقى موجودة بخوفها صح، كورونا من الكورونا. والحاجة التانية برضو التوقيت الوفاة، يعني طبعا ده بأمر الله بيبقى اثناء الممثلين كلهم بيشتغلوا الشغل بتاع رمضان دلوقتي. للأسف. فطبعا يعني ايه، انا عارف ان كل زمايلي يعني كان من الود والدهم بيبقوا موجودين في مظبوط المناسبات دي، بس بيبقى عندهم شغلهم وبيبقى عندهم، دي هي دي النعمه بيبقى اللي صعب، ربنا، بيبقى صعب التوفيق بيبقى طبعا صعب. جدا. وانا الحقيقه بوجه شكر خاص جدا 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 لاشرف زكي زميلي ودفعتي في المعهد وصديقي، وقوته في ادائه كنقيب. انا ما شفتش حد جه قوي كده زي اشرف ده بصراحه. حقيقي. يعني انا اشرف بحترمه جدا، والناس كلها بتحبه على فكره، وبيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يرضي كل الناس. بس انا عايز اقول لهم يا جماعه، والله يعني لو مقصر هو في حاجه مع حد، اعرفوا انه الدوز كتير والمسؤوليه كبيره والموضوع صعب. غصب عنه يا شريف، لان الظروف غصب عنه كلها بصراحه اتغيرت، هو على قد ما بيقدر بيحاول يساعد الناس كلها. بس بصراحه. انت والله فتحت، موضوع مهم، يمكن قاله النجم الكبير يوسف شعبان قبل ما يمشي، قبل ما يسيبنا، قال قبل رحيله ان الاجيال الجديده بتحاول تمحي الاجيال القديمه وبتمسحهم باستيكه، واحنا كلنا قاعدين في البيت، وفعلا في فنانين ونجوم كتير جدا يا شريف قاعده في البيت. لا يعني لا، أنا عندي رد على الموضوع ده، ارجوك ويهمني الرد ده، لأنه الرد ده أتمنى الناس قبل ما يعني قبل ما ترد عليه أو كده تفهمه كويس. الأستاذ يوسف شعبان والناس اللي في المنطقة دي كان يعني بيبقى فيه وصلوا لمرحلة من التعب، ومن يعني برضو إيه، حتة الذهن الحاضر في إنك أنت تبقي بتحفظي كويس وتشتغلي كويس وتقفي على رجليكي، والسهر اللي بيبقى لغاية بنطبق لتاني يوم، هما ما بيقدروش على كده. يعني هو إحساسه طبيعي إنه يحس إنه ما بقاش حد إنما ما حدش يقدر يمحيهم من الذاكرة. إزاي؟ أعمالهم باقية لهم، وأعمالهم هي اللي بتتكلم عنهم. إحنا لا إحنا ولا اللي قبلنا ولا اللي بعدنا يقدروا يمحوا حد، ما يقدروش. ده يبقى جحود، وده ما حصلش. انما اللي انا عايز اقوله، الاستاذ يوسف كان في مرحله كان تعب تعب، ما يقدرش يقف يشتغل مثلا 6 ساعات او 10 ساعات او 16 ساعه، ما يقدرش. يعني الفكره في كده،
لانه ما هي الشغلانه دي بس برضو هو مش قبل سهله ما كده. يمشي، قبل ما يرحل، كان بدأ يصور في ملوك الجدعنة في بيروت مع عمرو سعد ومصطفى انا شعبان. موافق، انا موافق على الكلام ده كله، بس كان بيبقى تعبان اكيد، اه ما كانش بيبقى ما طبعا، هو برضو، ما هو برضو احنا كلنا هنبقى كده، يعني انا هبقى كده في يوم من الايام. ما هو انا الأدوار بتاعت الكبار بتبقى أصغر شوية من الأدوار اللي هي بتبقى بتاعت مش البطولة. مسألة أحجام، مش مسألة أحجام، هو الواحد لازم يبقى متصالح مع نفسه. أنا عارف إن أنا في وقت من الأوقات أكيد أحجام دوري مش هتبقى زي دلوقتي، ربنا وأكيد يديك هتقل الصحة. شوية، وبعدين هيجي وقت الصحة هتتعب. فأنا ملتمس العذر، الناس اللي يقول لك إيه عايزين فلان، يقول لك بس هو تعب مش هيقدر. ده الكلام اللي بيتقال بينا، أنا بقول لكم الحقيقة، أنا مش هقدر أجمل الكلام. والمنتج بيبقى عنده ما عندوش استعداد يعطل شغله، هي دي عيب المهنة. انت بتيجي في وقت معين مش للأسف. هتقدر تدي، مش هتقدر تدي. هنطبقها على الضابط، ضابط شرطه او ضابط مباحث، بعدها بيتحلق على المعاش، عمره ما هيعرف يمسك الطبانجه زي ما كان بيمسكها من 10 15 سنه، مش هيقدر، مش هيقدر يجري، مش هيقدر يعني في حاجات كتير بتبقى في صعب. حاجات بتبقى صعبة، بس هم الاستاذ بيصعب حسن عليهم حسني نفسهم يا شريف ان هم قاعدين في البيت ويبقوا لسه عندهم عايزين بصي على يدوا. دماغي زعلهم، وعلى واحنا خدامينهم، انا اه خدامهم، يعني انما الواقع لازم اتكلم بشكل واقعي. انت لما بتجيبي حد صحيا وسنا وذاكره تعبت، الشغل بيتعطل. انا ده بقول اكيد، الحقيقه ده اكيد طبعا. اه طبعا. طبعا، يعز علينا وناس كبار واساتذه كبار واساتذتنا وتعلمنا منهم، وهنفضل طول عمرنا مدينين ليهم وتحت رجليهم، بس الشغلانه ما بترحمش. دكتور جراح الاعصاب بيبقى شاطر، بس بيجي في لحظه المشرط هيترعش فيه، ما يقدرش ايده، مش هترتعش هيقدر طبعا يشتغل. طبعا. كل حاجه ليها ليميت وليها نهايه. عشان كده الناس اللي في هوليوود بقى بيعملوا ايه؟ بيجي في عند حته معينه يقول لك ايه، انا هعتزل خلاص، انا عايز اقعد الحبه الباقيين وانا مبسوط، انا اشتغلت كل حاجه وعملت كل حاجه وعملت قرشين اللي اقدر اصرف منهم على نفسي وخلاص، علشان يفضل مستواه حلو. يعني انا فاكر الاستاذ كمال الشناوي من طبعا. الحاجات الاخيره اللي عملها كان اسمه كبير، اول ما بدا يحس ان العروض بتتقدم عليه بدات تتقلص وتقل، قال لا انا هقعد في البيت احسن. صح، بعد تماما، طبعا مظبوط ظروف الناس مش زي بعضيها، في ناس بتبقى ظروفها الماديه وحشه صح. وبيبقى عايز يشتغل، بس كمان لما حاجة اجيبك تشتغل في المسلسل ده وانت ليك اسم كبير، الدنيا اتغيرت دلوقتي من في السن الحالي، يعني ما بقاش البيع زي الاول، ما بقاش الباور زي الاول والقوه زي الاول، ده يزعل، بس دي ده الواقع، هو ده الواقع، انه واقع انا أليم يا شريف للأسف، واقع اليم. انا وبيوجع بتكلم قوي. بكل يعني أنا جرأة، مبسوطة إن أنت بتتكلم بصراحة، انا ودي بتكلم بصراحة، حقيقة. أه طبعا. وده يمكن يزعل الناس مني، بس ايه يا جماعة بقول لكم، انا وكل اللي زيي واللي حوالينا كلنا هذا الرجل، هنيجي في وقت طبعا، ودي هيقول سنة لك الحياة، بس خلاص هي دي انتهى سنة الموضوع. الحياة. هو مين يعني يا شريف بيفضل صغير على طول؟ يعني برضو محدش، الحوارات السخيفة اللي هي كل دي كبرت، دي مش عارف ايه. اه بس هي لسه ممكن شكلها كويس، وهي كبرت باحترامها وكبرت بكرامتها. يعني النهاردة مين في بيفضل صغير طول الوقت؟ ما كل الناس انما بقى بتكبر. ايه، انما كمان برضو عشان بقول كل الكلام، في ناس بقى من الكبار موجودين قاعدين في بيوتهم يقدروا يدوا ما بيتلومش، ما هو ده، مش عايز اقول باسماء بقى، هو ده انما انا بقول اذا كان في حد صحيا وحد في يا شريف، في، ذاكرته وانت عارف مرتاحه وانا عارفه في ناس كتيره خلاص، قاعده ما في بيتبعت ومن الجنس لهمش. اللطيف كمان، مظبوط وستات مظبوط. ورجاله ويقدروا يدوا ويقدروا يشتغلوا، بس ما حدش بيفتكر فيهم، ده عيب بقى، هنا بقى عيب بقى. والله دي تتوقف بقى على النجم والنجمه اللي بيشتغلوا، يبداوا يعني انا مش عايز اتكلم عن نفسي، بس ايه الواحد بيقعد يفكر تبتدي يقعد مين يفكر صح، ويبقى حتى مين حد مين بقالك بيقول كتير ما شفتوش. يعني احنا للاسف اللي بيشتغلوا هم كتير 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 قوي، وفي ناس فعلا قادره تدي قاعده في البيت بس جنجي، بس عايز اقول لك حاجه صغيره، يعني مثلا باجي اشتغل في مسلسل باجي اقول ايه، مين يا جماعه من اللي قاعدين ما بيشتغلوش، فنقول فلانه او فلان، بيبقى عندنا مشكله هنا بقى، عارفه ايه هي اللي ايه. بنواجهها بقى، عايزين نجيب فلان او فلانه، لما بيروح له الدور يقول لك لا ده مش محجمي ما اقدرش، لا ما هو بنعمل ايه، اه لا، دي هنعمل بقى ايه بقى، مشكلة، دي بقى ما هي دي مشكلة. بقى المشكله بقى، دي الازمه، بيبقى المخرج عايز وانا ببقى عايز، بس نقوم باعتين للاستاذه فلانه او الاستاذ فلان، فيجي يجي له بيبقى دور مثلا المسلسل مثلا 15 حلقه بيبقى ليه ثلاث حلقات،
او اربع او في حلو ال15 حلو. او في ال15 بس متنطور مشهد اتنين، هي بقى ده المطلوب صح. حسب الدراما. فلما تكوني عايزه تجيبي ممثل شاطر وكويس في السن ده يشتغل الدور الصغير ده، بيحسوا ان دي اهانه اكتر بتتعبهم. انا عايز اقول لازم تتصالح مع نفسك. انا شخصيا هفضل اشتغل لغايه دلوقتي، ده اللي انا مقرره، هشتغل هشتغل هشتغل، لما الاقي الدنيا هتبدا تبوظ انا هقعد هعمل اي حاجه تانية بقى علشان ما تاثرش وما لا تضايقش ربنا وبقى قاعد يديك الصحة براحتي. وتفضل تمتعنا، لأن أنت حبيبتي ربنا عندك يخليكي حاجات. لا 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 لا، وبعدين اوعدني والنبي مرة كده وأنت رايق وأنا رايقة، أجي معايا بالتليفون وأسجل كده معاك المذكرات، لأن أنت بجد أنت وقفت قدام ناس يا شريف النهاردة في أجيال كتيرة قوي، يعني الحمد لله. أنت قربت منهم واشتغلت طبعا معاهم طبعا واستفدت طبعا منهم، وأكيد طبعا، احتضنوك، يعني أكيد الناس دي احتضنتك و يعني عايز اقول لك فضلهم عليا ما انساهوش. وفي ناس ما اشتغلتش معاهم وفضلوا اصدقائي لغايه ما توفوا، يعني من ضمنهم الاستاذ فؤاد المهندس كان حبيبي الله. وصاحبي، الاستاذ عبد الله فرغالي كان حبيبي وصاحبي، يعني وكانوا بطلوا شغل. وفي ناس تقول لك انا مش عايز اشتغل، عايزه ابقى محتفظ بنفسي وعايزه ابقى سايب الصوره الاخيره في اذهان الناس زي ما هي، حقه. صح. بس ايه المشكله دلوقتي في الناس اللي بتقدر وما بتجيش، بيبقى في اعمال ممكن يطلبوا فيها بس الادوار مش كبيره قوي. عايز اقول لهم اتسلى، صح. اشتغل كانك بتتسلى، ما حدش هيقول عليك اخف انت فلانه دي ازاي بعد ما بقت كانت بتعمل كذا بتعمل، لا لا، هي دي الحياه. الاجانب بيعمل، الامريكان بره بيعملوا بيحصل كده. كده، بره بيحصل آه كده طبعا طبعا. صح طبعا صح هيحصل كده ويحصل أكتر من كده. بس النجم ورحم الله الكبير الجميع شريف منير، يمكن انت حبيبتي. شاركت الفنانة الكبيرة الراحل يوسف شعبان في المال والبنون وصباح الورد والقديرة أحلام الجريتلي في طبعا قلب ميت، وانت بتشاركهم كلهم وانت زي ابنهم. بس النهاردة ودام اتكلمنا عن الاتنين دول، انا قبل ما اختم معاك عايزة اعرف دلوقتي، وانا عارفة ان انت بدأت التصوير وعندك عمل قريب، ممكن تديني نبذة صغيرة عن اخر اعمال النجم شريف منير؟ قريب هنشوف ايه؟ طبعا احنا كلنا سمعنا عن السرب كفيلم سينمائي بيبرز بطولات الطيران الجيش والدفاع والطيران. الجوي، لا طيران بالتحديد، طيران، اوكي. وبرضه من خلاله بنقول مصر قوية، أولادها أقوية، عندنا إدارة حكيمة، عندنا جيش عظيم ما بيسيبش حق أولاده ولا أخواته. في فيلم سينمائي عظيم، انا بعتقد انه من الافلام اللي هيبقى ليها علامه كبيره جدا، وناس كتير بتشتغل في الفيلم ده، وعلى راسنا احمد السقا طبعا بطل الفيلم، يعني عامل دور عظيم عظيم هيعجب الناس جدا. انا ضيف شرف في الفيلم، انا واسر ياسين وكريم فهمي واحمد حاتم ومحمود عبد المغني، بس وجودنا مهم. وانا عامل حاجه كده في الفيلم ده هتعجب الناس زي ما عجبت الناس الشخصيه اللي عملتها في الممر. انا عايز اقول لك عندي التيزر اللي نزل او الاعلان اللي نزل يجنن يخطفك. الحمد لله الحمد لله. عندي كمان بقى مسلسل بعمله دلوقتي بس مش لرمضان، هيبقى بعد رمضان، وهو مسلسل اجتماعي كوميدي اسمه اجازه مفتوحه، انا واللقاء الخميسي ومجموعه معانا الفنانين، معانا ملك اوره، وفي انا بس ايه، استاذ سميح ايوب طبعا على راس القائمه، يعني طبعا. يعني بنعمل حاجه دمها خفيف ولايت كوميدي كده، عائله كده عايشه بتتعرض لظروف معينه، بنشوف هيعملوا ايه، الراجل ده هيعمل ايه مع عائلته دي. حلو يا شريف. لا دمه هيبقى خفيف. دمه خفيف، يعني دمه خفيف، وده يعني مختلف عليك هو برضه ايه، يعني انا هقول لكم عنوان صغنن كده عن المسلسل ارجوك. تقدروا تحسوه. الراجل بيشتغل حاجه كويسه قوي ومراته بتشتغل في حاجه كويسه قوي، ظروفه باظت، تبادلوا الاماكن، بقى هو مسؤول عن الجبهه الداخليه، البيت والعيال والدنيا، وهي بتشتغل وبتصرف على البيت. يا نهار ابيض. فاحنا عندنا موضوع هيعجب الناس وهيعيشوا معاه بشكل لذيذ قوي، اخراج محمد حماقي، واللي كاتب السيناريو والحوار احمد محمود ابو زيد، الله. وانتاج سينرجي ومها سليم. موضوع هيعجبكم ان شاء الله. وبحضر حاجه تانية بقى، مسرح بقى اللي انا نفسي كنت اعملها بس لسه هتاخد وقتها شويه،
نفسي اعمل حوائط الساعه 12 بتاعت الاستاذ سؤال المهندس الله. وشويكار، وهنعملها بشكل معاصر وبشكل جديد، وان شاء الله ايمن بهجت قمر كده يشد حلو معانا. ارجوك يا ايمن، دي فكره حلوه قوي يا شريف. الله، حوائط الساعه 12 دي تجنن. ولان في اجيال النهارده كتير ما بيشوفوهاش، لان ناس كتير مش فرج على التلفزيون والمسرحيات ما بتتعرضش كتير. يا الله عليك والنبي يا شريف، يعني انت المسرح ده لعبتك. اعتقد ان يعني هيعجب ناس، لان الحدوته دي نفسي اعملها من 4 سنين فاتوا، عمال بجري وراها، وان شاء الله هتتحقق. يعني ان شاء الله هيبقى عن طريق برضو سينرجي، وان شاء الله يبقى كله خير باذن الله. باذن الله. الله، دلوقتي بقى دي اخبار حلوه قوي 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 يا شريف. يلا جود لك بجد، ربنا يوفقك وحاله نشاط، وعايزين والثلاثه مختلفين ومتنوعين، فربنا يوفقك يا شريف بجد. باذن الله، متشكر جدا. وبجد الفنان الكبير المحترم المحظوظ يا شريف انك وقفت قدام العمالقه دول كلهم بجد. الحمد لله. وكلمه منك في النهايه للنهارده الاثنين اللي رحلوا عننا في نفس اليوم. يعني قامتين كبار وتاريخ، وكان قبلهم في الفترات اللي فاتت الاستاذ محمود ياسين، وكان يعني بصي احنا اليومين دول بنفتقد ناس كتير وبنفقد ناس كتير. اتمنى من ربنا يلهمنا الصبر ويعوضنا خير، وتاريخهم واعمالهم هتفضل باقيه وهتفضل في وجداننا. وارجو من اي حد سمعني كلامي مضايقه في حاجه ما يزعلش مني، بس انا بقول واقع، بس ما تزعلوش مني. لا، مش ممكن حد يزعل منك يا شريف، انت عندك رصيد مع الناس طويل، مش ممكن. والنهارده انت ده رايك ومن حقك تقوله، وفعلا يعني الحمد لله في كلام يعني مظبوط. عموما بشكرك جدا جدا النجم الكبير شريف منير، بالتوفيق. بشكرك يا شريف جدا. ميرسي ميرسي ميرسي.